الشيخ عمر الرحال تركب خيل يا داير داير ان شاء الله يا ريحة الورد. اذا المرء لا يرعاك الا تكلفا. سمي وين كبوسك؟ اقول لك الخيل من خيالها. اي هذه الاماكن زين ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بيك برو. ها قهوة تحضر هبلو حلو ولع بالدنيا والله. اقعد شم الريحة بس. سلام على الدنيا. زين هل عندك هوايات غير ركوب الخيل؟ عندي البهس. افكر لك بالاسماء مالت الكرفان. استحي الغدا الغدا الاشياء اللي تكون حذر منها. والعاديات ضبحا. هذا غمر. ان الانسان ما يتكلم بين الله عز وجل اذا كان غير متاكد. صافنات الجياد. الله ما شاء الله تبارك الله. بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك. السلام عليكم يعطيكم العافية. صار لنا تقريبا أسبوع في البوسنة واليوم بإذن الله عز وجل عندنا طلعة بالخيل. هي كشتة وهي ركوب خيل وتمشي إن شاء الله بين الشيار بين الغابات بين الطبيعة الزينة. منو معاي من الشباب؟ هلا أبو مصعب الحبيب الشيخ عمر الرحال. يا مرحبا يعطيك العافية. الله جاهز؟ جاهز إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ طيب. How are you? How are you? Good. الحمد لله. أهلا السايس. الشيخ أحمد النفيس. هلا وغلا. هلا أبو عزوز. جاهز ان شاء الله؟ جاهز. تعرف تركب خيل؟ طبعا خيال كبير. كفو ما شاء الله تبارك. يا ملح الرحله والله ملح الرحله. سليمان الخالدي ومحمد الله يعطيك العافيه. شوي شوي على الخيل ها لو سمحت. هذا اول طلعه. اول طلعه على الغابات. لا تعرف تركب ولا لا؟ اكيد. عافيه ما شاء الله تبارك الرحمن. نطلع ان شاء الله بخمس روس احنا الاربعه ويانا ان شاء الله القايد باذن الله على هالطبيعه الزينه. شو ما تركب خيل الله يبارك يا رب ونستانس بطلعتنا باذن الله. هاي الراس على بهس. طبعا اخترت على بهس تبارك الرحمن اللهم بارك. ما ابي اقول لونه ادهم لكن تبارك الرحمن كوميت يذكرني بحصاني فرهود كذي لونه كان غامق. يلا الله يحييك. كان حصان جبر تبارك الرحمن مثل هذا. هذه تبارك الرحمن جبر حيل. الله يبارك. ان شاء الله نستمتع في هذه الرحله. الشيخ عمر الرحال الشيخ احمد النفيس يركبون ان شاء الله الحين. ابو مصعب يا ابو مصعب. ها ابو مصعب لا تنسى دعاء الركوب يا ابو مصعب. يلا ذكرنا فيه. بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا الى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سبحانك اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. هذا دعاء الركوب. تركب سياره تركب طياره تركب طراد تقوله. تركب حصان تركب بعير تقوله. وعسى الله يحفظنا وياكم. توكلنا على الله. الوضع طبعا الفكره كلها ان نتمشى تمشي وكشته بالخيل باذن الله. ف الله ييسرها يا رب ونستمتع. ابو مصعب. هلا قلبي. هلا هلا ابو محمد. هلا عاش والله. وهذا من ولده هذا؟ بسم الله. شوفوا الجو يا جماعة شوفوا الجو تبارك الرحمن. عشت عشت يا لبهس عشت. الحين طلعنا رايحين للمكان الراد قاعد نتمشى على الراحة. طبعا معانا أغراضنا كل شيء معانا شو اسمه معانا العزبة الخفيفة و ماخذين الغداء وان شاء الله باذن الله نتغدى ان شاء الله هناك. بس الله يحفظكم ان شاء الله. هلا ابو حمود. هلا ابو مصعب. طلوني واصورك يا ابو مصعب. ها اي الله يعطيك العافيه. ما شاء الله الجو الجو سبحان الله. يا رب لك الحمد. الحمد لله. يا سلام.
داير داير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خلها خلها ايوه شاطر بطل بسم الله صايد اللقطه يا مصعب ما شاء الله ما شاء الله بهيسان طبعا سليمان اول واحد ما شاء الله لانه هو الخبره تبارك الله خلاص بسوي فيديو حق ابو نعمه بروحه ما شاء الله تبارك الرحمن لا اله الا الله يا جماعه المنظر 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 تبارك الرحمن ما شاء الله لا اله الا الله اللهم بارك برو شد عليه بهيسان هذاك بهيسان اللي قدامي اللي عند عمر وانا بكت الاسم الابهس هذا الابهس والله ما يصير يا اخي الابهس الابهس لي والله ايه ابو مصعب شنو معنى كلمه الابهس تكفى الابهس هذه يعني تمشي مع كل شيء كلمه اي كلمه عامه بتاع كله بتاع كله اي والله ما شاء الله عليك شلون طياتي بالموتر لا ابهس والله زين ها ما شاء الله عليك مبهوس والله صار سنتين والله مرة ما شاء الله تبارك الرحمن انا يمكن سنه او اقل بعد من سنه نبهس يمين نبهس يمين يلا توكلنا على الله مشكل راح يمشي معانا كلها اي انا عبالي بيركب حصان والله ما شاء الله يا ريحه الورد تبارك الله بسم الله بسم الله إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا كافي صح؟ كافي جزاك الله خير أهم شيء المعنى طال عمرك عاش بعزوز وحش وحش الوحوش بسم الله يلا السلام عاش السلام قوام الله عاش ابو عزوز ابو مصعب يا ابو مصعب يا لبهس العود هلا هلا كمل ارحب يا ولد الحصان بس مربوط طبعا ان شاء الله يقول لا تروحون حق هالحصان لا تروحون لا تقربون منه شكله مجرم ارحب ثاني يوم ثاني يوم جيت ها سمي وين كبوسك راح راح 200 دينار سليمان والله هذه اخرتها والله ماسك الحصان قاعد ها تعب والله تعب الحصان ها اقول لك الخيل من خيالها وين الخيال ما يقدر يتكلم حي الراس ايه حي ما شاء الله ما شاء الله حي الراس طيب ثاني مربوط ما شاء الله ايه هذه الاماكن زينه ايه دش الغابه حبيبي دش بسم الله دعاء المكان يا الربع اعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق ابهس ابهس يا المبهوس كفخت راسي شوف المكان تكفى شوف شوف المكان شوف اوه كلب نتعرف على كلب ثاني بس شكله مزعج الكلب الثاني ان شاء الله خطك فرة بس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الكريم شنو تبي تاكل انت يا وعان موعينك الله مبارك برو ما شاء الله 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 هذا الابهس ما شاء الله هذا الابهس هذا الابهس طال عمرك طالع لي شوي بس هذا شوف شوف هذا من اول ما شفته شنو قلت لكم ابي الحصان ليش تذكرني بحصان يلا ترى بالخير فرهود فرهود اي والله نفس اللون نفس الجرم نفس الجكر نفس كل شيء ما شاء الله
كان دبار تبارك الله. زين شنو تقييمك حق شو اسمه ال 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 الرايد مالي؟ لا تبارك الرحمن انت سلام. قول والله ترى قاعد تحرجني كذي يعني يا جماعه، ما احب المدح. انا طاحش ماغك رديت نسبته تبارك الرحمن. ايوه لحظه خاف ما يدون، خلنا اصورك ترد تنسبه تبارك الرحمن وانت فوق الحصان. حاضرين. شنو بعد؟ الله يبارك يا الله. اللهم بارك برو. اللهم بارك برو. عدل. يلا يلا ما شاء الله. خلال خلال رد شوي. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله الله يقويك ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. ولعنا النار حق الغد ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يبارك الله يبارك ما شاء الله. المكان تبارك الرحمن خيالي تبارك الرحمن. ربطنا الخيل والحين ان شاء الله قاعده سالفه خاطره من الشيخ احمد جزاه الله خير، موال من الشيخ عمر جزاه الله خير، قصه حزينه من سليمان جزاه الله خير. شبت نار شبت نار. وعلوم شنو؟ وعلوم بويز رجال. يلا برو اوام باك برو. قهوه تايم برو. ضبط لكم قهوه الحين. اي والله يا ليت. يلا والله قهوه ابو مصعب. ها قهوه تحضر مالي عربيه اسبرسو. هذا شوف الحين كل الاوت دور كذي عرفت حلو، يعني انت طالع مكان بعيد وعلى خيل يعني مو على سيارتك. صح انت عندك شيء كذي خفيف لطيف ظريف جميل، خاصه انا ماك سياره. صح يهبلو حلو جميل يا عمري يا عمري يا الشمري. ونعم ونعم. شوف الحين حط كذي حلو تبهسه ملك 50 ملي حلو كفو. بعدين طال عمرك طبعا مع الاجواء هذه اي يعني هذه طبعا اخذناها من هني ما بعد ما ادري والله شنو نوعها. ان شاء الله نوعيتها زين ان شاء الله ان شاء الله زينه ان شاء الله ما نعرفها. طالع طالع شايب هذا هيرو يا هياطو. عاش والله الهيرو هياط تايم. عشان شو اسمه عشان الستيك غداننا ان شاء الله هني باذن الله ولع بالدنيا والله. غداننا ان شاء الله ستيك على الصاجه هذيك ستيك مشوي نتغدى وباذن الله عز وجل. الحين قهوه ان شاء الله نريح على ما تهدى النار نسوي ان شاء الله ستيكنا ونتغدى وبعدين نرجع. اي وين بهستها صدق نسيت اشوف. اي طال عمرك داخل صح؟ داخل. يا سلام عليك ممتاز 100% شغلك. حلو بعدين طال عمرك. ولو بيانا ماي حار كان على طول دايركت تنزل لك الاسبريسو، بس الحين ما في ماي حار. طقها طقه وثانيه طقه ثانيه مده ابو مصعب. واحده الثانيه مده تعطيك كنا تصفيره بس خلاص هدها. هذا لما يكمل اربع نقط وين يدك لما تكمل اربع نقط معناته الماء يحتر وراح تنزل لك الاسبريسو وبالهنا والشفا. اي اي بروحها بروحها تعطيها امر. اقول لك مسنعك مسنعك ايش فيك انت. يا رب لك الحمد. يلا الحين قاعد شوي نريح ونسولف. جايبين بساط انا كني شفت بساط. اي حبيبي حبيبي يا اخي والله انك امير ترى يا جماعه امير الرحله ابو مصعب. هذه شنو هذا بساط حق نفر واحد يا حبيبي. هذا نفرين يا حبيبي يا حبيبي يا براذر. عاش والله عاش والله البرو. وين تبي احط لكم؟ عادي عادي هني تحتك تحتك. شلون تسوي هذه اللفه اللي على الراس؟ شو يسمونها اول؟ لا يسمونها حمدانيه يسمون ما ادري عاد كويتيه اللي تحت مو مهم اوكي؟ او هبسانيه. هبسانيه بهسانيه بهسانيه اللي فوق هي الاهم. حلو؟ حلو. بعدين طال عمرك عشان تثبت تبهسها من هني بلى بس خالصه بس منها تدفي الراس ومنها شكل حلو واكشن. اقعد الحين محمود قاعد تنزل بس جاهزه قهوتك طال عمرك. خلها سيده عشان الماء ينزل عدل بس قهوتك جاهزه بالعافيه ابهسها بالعافيه. يعافيك يبوي ترى وايد قاعد تاذينا قاعد تحرش الحظ الرايق. هالقهوي
بالعافية. طبعا تحط لها 50 ملي تحط لها 70 ملي كيفك اللي تبي. والله ما طولت اقل من 7 دقائق. 7 دقائق 6 دقائق على حسب برودة الماي. توني على ما اذا الماي اذا الماي حار على طول دبل كليك تنزل لك قهوة على طول. وتسوي لك اذا ماي بارد تسوي لك 5 قلاصات. اذا الماي حار تسوي لك 20 ترى واقفة من زمان خالصة. بس طق الدقمة مرة. عاد العادة والله توقف اوتوماتيك بس ما ايش فيها تنحت. ها. شم الريحة بس. شوف. اي والله ريحة قوية. ما شاء الله. قوية ما شاء الله. سليمان شلون على صاحبي حلو شلون على رفيقي حلو ها اي الابيض حلو دير بالك تقول لا لا تقول لي زيتي ما زيتي خلاص الابيض زين عشرون باجر اثنين باذن الله عز وجل عليك بالعافيه شوف تستخدم الطبيعه ها تعلق هدومك لانه صار شويه حر خلاص علق هدومك وتريح الحبيبي بيدك بيدك والله بيدك بيدك حبيبي بيدك بيدك ابهس ابهس بالعافيه الله راح اسوي الله يرحم والديك لا انت يا الذيب ولا انت يا شم الريحه ابو مصعب شكله قاعد باستكنان بس شنو بديش عليه انا ابو مصعب السلام عليكم السلام ورحمه الله تفضل عمرك تسلم حبيبي شنو مساء وصلنا بالقصيده قصيده اذا المرء لا يرعاك الا تكلفه كملها وانت اول بيتين فما كل من تهواه يهواك قلبه ولا كل من صفيته لك قد صفى إذا لم يكن صف الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودات بالجفا وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا الأبيات هذه أكثرها عن منو؟ عن الصديق ايش رايك بالصداقه ابو مصعب تفضل والله يا ابو حمود الصديق معنى كبير جدا ولذلك الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اول ما اهتم فيه اهتم بالصحبه ولذلك الله سبحانه وتعالى رزق النبي صلى الله عليه واله وسلم بخير الناس بعد الانبياء وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا الرجل العظيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ليش؟ لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه لأجل النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اتهم عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زوجته وهي بنت أبو بكر رضي الله عنه كان أول ما نزلت البراءة براءة عائشة رضي الله عنها في القرآن الكريم وجه الله سبحانه وتعالى خطابا مباشرا إلى أبو بكر ولا يأتلي أولو الفضل والسعة منكم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم هذا يدلك على مكانة الصديق الصديق كلمة عظيمة جدا الصديق هو اللي صاحبك هو اللي وجهك هو اللي يعني إذا رأى منك خطأ أو زلل أو شاف منك شيء يعني يحتاج إلى تقويم ويحتاج إلى تعديل وجهك ولا ما يكون صديق إذا كان الصديق ما ينصح ولا يساعد ولا يوجه ولا يفزع ولا يعني يقوم بأحمالك ولا يشيل عنك الثقل والهم والضيق اللي أنت تمر فيه لو قدر الله عز وجل مثل هذا الأمر شنو فائدة الصديق يعني قل لي من تصاحب أقول لك من أنت يقال أن يعني صاحب الهمة العالية أو صاحب النجاح العالي لابد أن يكون له صديق ناجح وكذلك يعني كما يقال عندنا في الأمثال الصاحب ساحب فإذا كان صاحبك صاحب قرآن وصاحب خير وصاحب عبادة وصاحب مزح ولكن مزح لا يخالف العرف ولا يخالف الشرع
فهذا هو الصاحب اللي تتمسك فيه. ولا الأصدقاء كثير، وكثير نسمع قصص من الناس أن رجل كان على خير وكان على طاعة وعبادة، لكن ابتلي بصديق سيء فجره معاه إلى أماكن الخطأ. لذلك دائما صراحة أنا يعني أحرص على هذا الدعاء، يعني في أدعية الإنسان يستشعرها ويشعر أن هذه الأدعية قريبة منه. بعد ما يعني حفظت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، دائما أقول اللهم اهدني لأصحاب أحسن الأخلاق وأبعد عني أصحاب شر الأخلاق، لأن الأخلاق كما يقال الأخلاق سراقة، فاللي عنده طبع سيء لو تطبعت به يعني مع مرور الوقت راح يأثر عليك، وكذلك اللي يكون عنده يعني طبع طيب وتطبعت فيه ومشيت فيه مع مرور الوقت يعني راح تلقى أن الله سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب كثيرة من الخير. على سبيل المثال، ما ودي أني أطول، لكن على سبيل المثال لو كان صاحبك هذا حافظ لكتاب الله عز وجل وكل مرة يراجع القرآن، يراجع ورده أمامك وينافس مثلا في المسابقات وينافس في الإمامة ويقدم عند الناس وكذا، هذا الشيء يعني يحفزك ويعطيك همة عالية أنك يعني تتسابق معه في الخير، تتسابق معه في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وما ننسى يعني أن هذه الصداقات الدنيوية إذا كانت على خير فإنها تمتد بإذن الله عز وجل حتى يوم القيامة، لأن في حسنات جارية وفي صدقات وفي أعمال ما يقوم فيها إلا أصدقائك. يعني أحيانا يكون عندك يعني هم معين ولا يكون عندك ضيق ولا كذا، ممكن ما تقدر تتكلم فيه مع أهلك وإخوانك وأبوك وعائلتك بحكم أن أنت ما تبي تضيق خلق أحد، لكن يكون لك صديق طيب من الناس تشكي له همومك وتسولف معاه وتتكلم معاه، وبالعكس تلقى أن هذا الشخص يعني يقدم كل ما يستطيع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صحبة الأخيار وأن يجنبنا مرافقة الأشرار. تكفى إيش كثر صار لك بالخيل؟ متى تعلمت الخيل، ركوب الخيل؟ تعلمت تقريبا قبل يعني بعد كورونا، قبل 3 سنوات. قبل 3 سنين. زين، هل عندك هوايات غير ركوب الخيل؟ غير ركوب الخيل أي؟ عندي البهس. ترى يا جماعه البهس مالها اي معنى، هم طلعها مألفها والله وتمشي مع كل شيء. انا احب اي شيء متعلق بالبر صراحه، البر، كشتات كشتات. لا اسمي يعني ما اعرف صراحه. ما تعرف اللغه هذه؟ لا ما تعرف. لا شنو قلت تو؟ كنا مر علي الصوت. خلينا نشوف الخيل وخلينا نشوف الرسول عليه الصلاه والسلام شنو قال عن الخيل. الله يرضى عني حبيته سبحان الله. والله ذكرني بحصاني فرهود، اول كنت وايد احبه هذاك مع انه جيكر بس ريال. هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، نفس اللون كوميت. سوي لي تبي كيفك. الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذه النواصي اللي هو الشعر اللي يكون على مقدمة الرأس يسمى النواصي، معقود في نواصيها يعني مربوط في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. هذا يدل على أن تربية الخيل والاهتمام فيها واقتنائها لك أجر عليه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى يوم القيامة. طيب، فاللي يعد الخيل، اللي يربط الخيل، اللي يهتم بالخيل يكون له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. ويدل هذا الحديث كذلك على أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربط مسألة الخير حتى قيام الساعة، يعني ما حدد بوقت معين. فهذا يدلنا على أن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى بالأحكام الشرعية اللي بينها أهل العلم. أقول لك دام الحين جبت الله يجزاك خير طال الجهاد في سبيل الله، أحكام الجهاد حاليا هل في جهاد ولا لا؟ يعني نبي توضح حق الشباب. طيب، الأحكام الشرعية دائما تؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينقله لنا العلماء. العلماء بيّنوا بعض الشروط للجهاد، منها وجود راية، يعني وجود راية معلومة. نضرب مثال، لو كان مثلا 3 إخوة متنازعين وكل واحد منهم عنده راية وكل واحد منا عنده مجموعة تدافع عنه مثل ما كان في أيام الجاهلية وحتى بعد أيام الجاهلية، فهذا راح يسبب فتنة. فالمسلم يقتل المسلم، والمسلم يقتل اللي يظن أنه مسلم لكن هو ليس مسلم، أو المعاهد أو المكاتب إلى آخره. لذلك في عندنا أحكام شرعية، هذه الأحكام الشرعية في الجهاد تؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف
وبنقل العلماء الربانيين. منها قلنا مثل ما ذكرنا اللي هو مسألة الراية، أن يكون في راية. ثانيا أن تكون بإذن الإمام، إمام المسلمين أو حاكم المسلمين. طيب ممكن واحد يقول يا أخي أنا عندي قدرة، أنا عندي مثلا شجاعة أني أنا أجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكلنا نتمنى، يعني من اللي ما يتمنى شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ لكن الأعظم منها أن الإنسان ما ينزع يد من طاعة، فيكون مع الإمام. أحيانا الإمام أو الحاكم يرى مصلحة قد تغيب عننا إحنا، إحنا نظرنا القاصر أن إحنا نقدر نجاهد ونقدر نسوي ونقدر كذا، لكن في أمور ثانية، في مصالح عامة للدولة، للبلد، للمسلمين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما أرسل أحد الصحابة حتى يعني يطلع على خطط الكفار في أيام غزوة الأحزاب، غزوة الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ولا تذعرهم علي، يعني لا تخليهم ينتبهون لي، يعني لا تخليهم يحقدون علي أو يجوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى أنه يذهب ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على أخواننا في غزة. احنا حتى وإن كنا يعني خارج حدود البلاد الجغرافية، لكن نحن معهم في معنى أعم وأكبر، وهو قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عليهم وأن يرفع عنهم البلاء وأن يعيننا على نصرتهم بما نستطيع وبما يقدر الله عز وجل لنا. اللهم آمين. عاش مسنعنا والله، عاش مضبطنا. هذا حمود، شنو الغداء؟ هذا ستيك. زين، نوعه بيف ستيك، عرفت؟ زين، شنو قاعد شيء جديد يعني انت؟ بيف يعني لحم، بيف ستيك يعني ستيك لحم. ستيك نوعيه بيف ستيك اللي يبيعونها البوسنيين. زين، تجي قطعه كامله 3 كيلو كامله. قطعه واحده كامله 3 كيلو غالبا ما تنباع قطعه، عرفت؟ طيب ايه، لازم تاخذها كاملة، تاخذها كاملة 3 كيلو تقريبا، لازم 3 الى 4. زين انت ايش كثر صار لك عايش بالبوسنة؟ 8 سنين ما شاء الله تبارك الله. وقاعد ان شاء الله مو ناوي ترجع الكويت؟ بس بديت 14 سنة ما شاء الله تبارك الله. زين، بعدين سولف عنك ونشوف شنو فوائدك حق الناس. شيك سعيد، شيك سعيد برو. هذا اغلى نوع من الستيك اللي يسمونه بيف ستيك، في بذلنا يعني، ولا في يسمونه تيلتن؟ لا اعلمك، تيلتن زين هو رقم 2 ويونيتن اللي هي الثالثه ارخص. هذا اسامي انجليزيه ولا بوسنيه؟ لا بوسنيه. حلو. هذا بيف ستيك يسمونه زين، الثاني تيلتن، الثالث اللي هو يونيتن. غالبا تيلتن بسرعه يطبخ، هذا اوكي يطبخ بسرعه بس هذا ألف يجي طعم، ايش اقول لك، مثل الزبده طبعا. بقر صح؟ اي كل زين. من اي صوب من البقره ما تدري؟ من اي جزء؟ اللي الظهر فتايل؟ من الفخ. تحت الفخذ. والله ما ادري من صجه ولا يقص علينا، ما ادري والله. انا ابي ميديوم. ها تبي مع ماش بوتيتو ولا؟ يا عمري والله، يا ليت والله عندنا سياره نضبط شغلنا كله، بس ماكو سياره. ان شاء الله الكرفان، كرفان ان شاء الله بمصعب. شو راح تسمي انت؟ كيفك؟ البهس. انا قلت سمها المبهوس. المبهوس لبهس؟ لا المبهوس لبهس راح، خلاص لبهس راح. ها اي والله. وعزوز هلا حبيبي، حبيبي اجر عافيه. قاعد افكر لك بالاسماء مالت الكرفان. اي والله بفكر باسم حلو تكفى. اسم محترم. الله يسلمك. طبعا المتابعين يمكن ما يدرون انا فيني حساسيه من الخيل. اي حبيبي اجر عافيه يا رب، اجر عافيه عيوني عشان اجر مبين من الصوت حبيبي. اي الحمد لله، اجر عافيه. لكن مستمتعين والله، الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد. نرجع حق لبهس الاول. عندك شيء بتقوله؟ طبعا البيف ستيك انزين، لا الف الف اغلى نوع. طبعا التاليف ستيك هذا والله اتوقع قاعد يالف علينا من كتف شو اسمه الذي اكل 3 ايام دون ماء، مشحم يعني، وريوغا كومبلكس. الله يا عمري، يسوي له مساج كل يوم. بس عشان كذي اغلى نوع، فهمت. اي تبي تالف ودك تقول شيء صح؟ طبعا هذا البيف ستيك. ايه زين، هو ما استوى ترى، انت قلبته ما استوى. تدري شنو؟ لا خله قلبتين بس. لا افضل شيء يكون عليه شنو؟ فقط ملح وملح فلفل اسود، فلفل اسود وزبده، فلح وململ، ملح فلفل اسود وزبده. اي بس كافي، بس روزماري بس نسينا على نجيبه. ايه ماكو ما حصل. ما في شحم يا اخي.
كله لحم لان بيف ستيك هو نوع. بيف ستيك ترى نوع عشان كذي بعزوز والله هذا ما له حل. شلون عرفتونا عليه ما ادري انا. اغلى نوع يقول. يلا بقلب هذه. اي شنو يعني بتقلب هذه؟ قلبت اربع غيرها ثلاثه. الله الله. طبعا هاي لا شوكه ولا سكين ناكل بيتنا ها؟ لا لا في يا يبي صح جبنا صح نسيتها. بالعافيه. والله بالعافية تستاهل ما شاء الله تبارك الرحمن الجرم دبابة تبارك الرحمن ما شاء الله دائما إذا عجبك شيء تقول اللهم بارك. أنا قاعد أقول ما شاء الله لما تقول ما شاء الله تقول ما شاء الله على حلالك على حلال الناس دائما برك قول اللهم بارك قول ما شاء الله تبارك الرحمن قول اللهم بارك لا تنسى ذكر الله خله دائما على لسانك. على هالطاري سبحان الله قبل كنت يعني استحي تخيل اني قبل كنت استحي حتى لما اقول رد السلام كامل او اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كنت استحي كنت اقول السلام او وعليكم السلام ورحمه او يعني وعليكم السلام او يا هلا او كنا كذي نمشينها ولا نقول ما شاء الله تبارك الرحمن ننسى او نستحي او يعني حتى كلمه باذن الله عز وجل مثلا كنا نستحي نقولها او كذا ولكن سبحان الله هذا الصح وهذا لا تدعمني يا اثول والله البق لكن هذا الصح سبحان الله تبي الله يوفقك تبي الله يبارك لك بعمرك بحياتك بحلالك دائما خلي ذكر الله على لسانك تعال تعال صير شيطان تخليك مؤدب مشيتك فهمت يا الربع ما خلاني اكمل كلمه والله كان ودي اندمج بس ما خلاني سليمان لبهس يبي ياكل ستيك وجعان اي خله ياكل مع زبده ولا بدون لا بدون بس ملح وفلفل ريال يستاهل ما قصر وياي حلو يبي ياكل عش بعدين يحلي بالش اسمه ما شاء الله بمصعب يا لبهس الغدا تبي تغدى ويانا حبيت الجيكر كيفكم عاد يلا يا بمصعب غدا الله اكبر اذن شوف هذه ميزه من مميزات الوصف تبارك الرحمن تسمع صوت الأذان وين ما كنت صوت الهليكوبتر مزعج قاعد يأذن ما يصير هالصوت يلا نتغدى عشان نتغدى ونتوكل على الله هذا أذان الظهر على بالزين كله والله هلا حبيبي تدلع اي حق لك شوف يا جماعة من الأشياء اللي تكون حذر منها مع الخيل أيا كان إلا عاد تكون مأمن وعارفة وحلالك ورابي عندك من يوم ما هو صغير أنك ما تقرب من المنطقة الخلفية هذه ما تقرب كلش لا أنت ولا ياهل ولا كبير ولا محترف ولا سايس لا تقرب أخطر منطقة بالخيل هذه تدري لو يرفسك يسمونها يصقلك صقلة لو يصقلك يطيرك يمكن 6 متر وراي وغير عاد الاصابات الله بالسلامه عسى الله حفظنا وياكم فدير بالك انك تقرب من الجهه هذه واذا صارت اذنه لورا حيل مو دائما اللي راح اقوله هذا مو دائما ولكن اذا صارت اذنه لورا حسيت انه والله ها مو مرتاح الحصان وخر عنه لا تقرب منه الحين اموره طيبه هذا مستمتع كل شيء تمام هذا عادي لكن مرات لا يصر اذنه لورا حيل وتحسه مو مرتاح هو الحين هو مستمتع قاعد يسمع عادي اموره طيبه شوف سبحانك يا رب لكن اذا صر ذونا لورا كذي حيل كذي تشوفهم لورا لا وخر عنه دير بالك هذا ما شاء الله تبارك الرحمن هدي اموره طيبه ثانك يو برو بس قلنا معلومه على السريع الحين واضح صوت الاذان ابو مصعب تسمع اي من هالصوب والله شيء صراحه جميل جو اوروبا تسمع الله اللهم لك الحمد يلا يبا ما صارت غدا
مجهز لنا الصحون. اغلى شيء، اغلى شيء لحم، اغلى شيء. يلا اغلى ستيك لازم له صبر. ما صارت هذا شو اسمه، هذا الطبخة ترى ما يروح يسوي شو بسم الله بسم الله. شوف وين، اي ما شاء الله، دير بالك لا يطيح لا يطيح. اي لا تبارك الله. والله سالفة. يلا يا ابو ابو ستيك قالي، يلا يا القالي. صراحة غيادتك للرحلة، غيادتك. وين ال... بسم الله. ايه انا عطني صغر واحدة ابهس، عط الريال، ها حط حق الريال بصحن. خليه قاعد ويانا يتغدى. بالعافية بالعافية بالعافية. هيبة والله، والله هيبة تبارك الرحمن. ها الابهس بمصعب، والله المفروض الابهس لي انا. لا خلاص انا بكت بكت يعني الاسم، يعني انا هذه الكلمة يعني خاصة فيني صح. صدقني بكت الاسم كيفك، هو شوف ماشي على لونه وعلى شخصيته فماشية. الابهس اللي عندي سيلفر انا يعني. مالي شغل انا، مالي شغل، احس احس ماشي على هذا. زين تعال تعال تكفى تكفى تعال تعال تعال. الله سبحانه وتعالى شنو قال عن الخيل والعاديات؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. شو معنى الآيات؟ الله سبحانه وتعالى يعني يقسم في هذه الآيات بالعاديات اللي هي الخير، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، لما تضرب على الأرض بسبب اللي يركبونها على الحوافر من الحديد وغيره مثل الشرار يكون فيه الحذوة، إيه فلما تضرب على الأرض مكان الصخر ولا كذا فيطلع مثل الشرار. فالمغيرات سبحان يعني دائما غالب الحروب والغزوات تكون في النهار في الغالب يعني. فأثرنا به نقع، النقع اللي هو التراب يعني لما تضرب على الأرض تثير الغبار، فأثرنا به نقع فوسطنا به جمعة، توسطت يعني الجموع في الحروب وغيرها. بعدين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال أو في هذه السورة قال إن الإنسان لربه لكنود، مع أن سبحان الله بداية الآية كانت تصف الخيل، فالله سبحانه وتعالى بعدها قال إن الإنسان لربه لكنود، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول يعني يا إنسان إذا كان هذا الخيل الذي ليس له عقل البهيمة من أوفى البهائم أجل الله السامع لصاحبها، فكيف فيك يا الإنسان اللي الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بالنعم الكثيرة ثم تكون لنعم الله سبحانه وتعالى كنود؟ وجاء في معنى الكنود قال هو الذي يذكر المصائب وينسى النعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شكر نعمه. الله يجزاه خير، الله يرحم والديك حبيبي. يا الله من فضلك، اللهم لك الحمد، تغدينا شربنا قهوتنا تغدينا اللهم لك الحمد، والحين إن شاء الله بنتوكل على الله. جواك الله أبو مصعب، الله يقويك. Come to the بهيسان. بهيسان yes. أجر عافية السمي حبيبي، حبيبي ما شف شر. سليمان هلا، من وين جاي بالماء؟ باقي بالارض وبيشرب. سليمان سليمان كثر الخير سليمان. الله يسلمك بالعافيه بالعافيه حبيبي. ترى اغلى ماي هذا، اغلى ماي سليمان، هذا اغلى ماي. هلا 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 بالزين كله والله هلا. ايه صافن، شوف سبحان الله، شوف رافع ريل كذي يعني صافن الخيل. شنو والصافنات الجياد؟ وين بمصعب؟ بمصعب والصافنات الجياد صح؟ ايه ايه صح؟ الصافنات الجياد ايه. شنو الآية؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. شنو يعني الصافنات؟ الصافنات اللي هي تكون الله أعلم نسيت صراحة التفسير، بس أظن اللي تكون على خط واحد، اللي تمشي على خط واحد، مو اللي تكون رافع ريل؟ ماني متذكر. صافنة؟ ماني متذكر. نتأكد وبعد شوي نحط لكم. هذا هذا اللي يقصده، تكون صافنة، تكون رافع ريل. شنو الشيخ أبو مصعب؟ لي هذا التفسير القرطبي يقول معنى الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل. طيب. وجاء في معنى ثاني صفونها رفع إحدى اليدين على طرف الحافر مثل كانت قبل شوي حتى يقوم على ثلاث. الله أكبر، الله يجزاك خير. سبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى وصف لنا أشياء دقيقة ها؟ الخير. سبحانك يا الله. والأهم من هذا كله أن الإنسان ما يتكلم بإذن الله عز وجل إذا كان غير متأكد أو غير عارف. مثل ما صار توه؟ لا صراحة ما كنت متذكر المعنى. صح. إحنا ردينا للتفسير اللي ما هذه نصيحة حق أي أحد يفتى يستفتى بالأصح.
ويفتي صح ولا لا؟ او تسالني فيك خفت؟ لا على بالي شنو قاعد سلامات شو تقول؟ او تسالني انا دايم نسالك انت على طول افهم كل شيء الستيكات باغلى ستيكات طبعا نعم 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 يلا توكلنا على الله توكل على الله هلا بالابهس هلا بالزير الله اكبر هاك هاك ابهسني وانا اركب كاك ابهس ابو مصعب عايش والله ابو مصعب بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك عسى ما تعورت مصعب لا لان هذا ما فيه شو اسمه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله عاش عاش ابو حمود ما شاء الله تبارك الله والله جد يا رب بسم الله انا شيء بسم الله انت لحظه الله بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك شيخ عمر بسم الله عليك الرحمن الرحيم ها شيخ عمر الله يحفظك طهور طهور ان شاء الله امورك طيبه طيبه ما تعورت ان شاء الله الحمد لله رب العالمين هذا المبهوس اللي طيح الشيخ عمر يعان شوفه قاعد ياكل خيلك هذا مضروب ترى مضروب خيله هذا تضحك ها؟ أهم شيء الريال ما تعور هذا أهم شيء هذه بطة 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 أحلى شكل زين على الكاف ولا هاي؟ ها؟ أحلى منك ما في يا سلم أشوفك يا عمري وحش الوحوش ودين الاسطبل توكل على الله أدري أحس إني عارف أركب الخيل الحين من شنو؟ إيه من التيك الغالي من الكاب يمكن أبو مصعب يا أبو مصعب ان شاء الله تبارك الرحمن لو تشوف المنظر بس اللي وراك هواية ركوب الخيل بديت فيها اظن من سنة 2017 اذا ماني غلطان وبالنسبة لي اكثر هواية عجبتني وخذتني سبحان الله خذتني من الغوص خذتني من كل السوالف هذه طبعا رديت حق الغوص الحمد لله بس خفيف مو نفس اول رديت حق القنص هم مو نفس اول ولكن سبحان الله ركوب الخيل امتع شيء بالنسبة لي فانا انصح صراحة يعني اذا كنت شاب اذا كنت كبير اذا كنت صغير انصح انك تتعلم ركوب الخيل حبيتها خير وبركه ما حبيتها اسمك تعلمت ركوب الخيل حتى الكبار يعني اذا عندك عيال انصح صراحه انك تحاول تولع قلب ولدك بركوب الخيل نصيحه ما شاء الله تبارك الله اللهم بارك شوي الجو صار حار عشان الشمس من تطلع سبحان الله الشمس يصير الجو حار من تغيب الشمس او يصير غيم سبحان الله يصير براد الجو وش حالاته جميل البوسنة جميلة جدا اليوم تاريخ أظن 8/5/2024 سبحان الله الجو جميل يا ربي لك الحمد صوت شيء ما أدري شو ودي أروح أطالع بس ما أدري من قهوة هاي عاد ما يندرى واحد من هالطيور اللي فوقي الحمد لله على السلامة يعطيكم العافية الله يعافيك لا تعبت يا ابو مصعب لا تعبت يا الشيخ زمان عن صيد عاد والله الله يعطيك العافية يا واك الله ما قصرت خوش رحلة والله جزاك الله خير الله يسلمك الله يرحم والديك مصعب تعبت؟ لا تعورت؟ لا الحمد لله رحت مصعب؟ الحمد لله طيحة خفيفة الحمد لله بالريش بالريش يلا نشوفكم على خير حياك الله وين شيانا ها؟ وين؟ الكويت سليمان
الله يعطيك العافيه على الرحله. الله يعافيك. ما قصرت. اي احد تقدر تنظم له كذي رحلات؟ ان شاء الله باذن الله. انا انظم الرحلات السياحيه كامله، اضافه المرشدين، سيارات، واختصاصي الاول هو العقار. تبارك الرحمن. بس شغال مثلا رحلات سياحيه، جدول سياره؟ بس غالبا الرحلات السياحيه اللي هي شوي الادفنتشر. لا يونو هذه ما تقول لي اياها تمام عشان لا ارفسك انزلك من الجبل. اوكي متعود عليها. انزين الله يحفظك حبيبي وياك يا رب. رحلات سياحيه شنو؟ رحلات سياحيه غالبا العاديه الناس كلهم يعرفونها، الاماكن اللوكيشنات، لكن احنا على الادفنتشر، كواد انزين اللي هي البقيات. حلو. انزين رحلات صيد. بس رحلات شنو؟ رحلات صيد بس بالسيزون. متى السيزون هذا؟ نهايه الصيف او بدايه نهايه الصيف. والله ما افتكر تسويها صيد. انا قلت لك اتحداك من جيت ولا طلع على صيد. لازم خاصه تكون. المهم بحط لكم رقم تليفوني يا الربع، اي احد يبي رحلات، ترتيب جدول، تتصل فيه وانت بالكويت، وانت او الخليج او اي مكان، تكلمه بالواتساب يضبط لك الرحله ان شاء الله. عقار، تبي اراضي، تبي ما ادري شنو، عنده باذن الله ما يقصر وياك. اي كم قيمه الرحله الخيل؟ هذه قيمه الرحله 100 مارك. 100 مارك. هم اللي يبي كله يتواصل وياك خلاص ها؟ ومدة الرحلة تقريبا ساعة. 100 مارك كم يعني كويتي؟ تقريبا 18 دينار. 18 15؟ على الشخص. على حسب الرحلة، عاد على حسب العملة. زين، المهم استانسنا الحمد لله، يا رب لك الحمد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم. إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. الموضع الوحيد من القرآن ما في بينات، تتلى عليهم آياتنا بدون بينات. تسمع يا شيخ عمر؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق فذوقوا العذاب ما كنتم. ما شاء الله تبارك الرحمن. خلصنا طلعة الخيل اللهم لك الحمد وردينا الكوخ. هذا الكوخ يا جماعة تبع سليمان. ايش فيك شكيت بنفسك؟ الكوخ مسميه نورة على اسم امه، اسال الله يحفظها يا رب. المرفقات حديقة، هذه كلها لك، والمكان وايد فيه خصوصية، وايد مو شوية. يعني الكوخ هذا والكوخ الثاني ملوت سليمان حلالة، هذا معاه حمام سباحة حق الصيف. شنو بعد؟ ألعاب حق اليهال، هذا يسمونه الشدروان، ما أدري شدروان ما أدري شو اسمه. عندك هني اللي يم الشدروان هذا، ما ادري فان شدروان او شدروان، ما اعرف والله شنو اسمه بالضبط. عندك هني جدول ماي، ما شاء الله تو طاق مطر بعد. جدول ماي من بدايه الارض تبارك الرحمن لنهايتها، اسال الله يبارك يا رب. المكان هني يعتبر مكان هدوء، مكان راحه، مكان سكينه تبارك الرحمن. حلو الحمد لله. صار لنا الحين 7 ايام بالكوخ هذا تبارك الرحمن قاعدين. صدقون السبع ايام هذه من ما اذكر في سياره مرت على الدبايه مالتنا هذه كلش. طبعا الشارع الرئيسي ورا الكوخ على طول. سأل الله يبارك لك حبيبي. تبارك الرحمن من احلى الكواخ اللي سكننا فيها. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا جربت والله بالش اسمه بتركيا، سكن بكوخ. أدريد. هني شرح تركيا بعيد صح. هذا تبارك الرحمن نص ساعه عن 20 دقيقه 25 دقيقه انت واصل الديره. تبارك الله تبارك الرحمن. صلى الله يبارك لي يا رب. هلا بالبهسه حبيبي. هلا بالشيخ بالامير. فتح تبغون شيء يا جماعه؟ تمر على شيء؟ مشتهين شيء؟ نبيك سالم طال عمرك. خليك تمرون فيه. نبيك سالم يا الامير. انا مشتهي من اجمل السفرات الحين بهسك احلى قهوه من ايدك العسل حبيبي. بس راح تكون حاليه حيل. ما شاء الله. المرفقات في غرفتين، كل غرفه فيها حمام. مشكلة دثرتنا يعني ما ودي أصور، بس يلا الصالة هذه. الكوخ تبارك الرحمن في غرفتين نوم، كل واحدة فيها عزكم الله حمام، في صالة راهية، في مطبخ تحضيري، وفوق في غرفة تبارك الرحمن كبيرة، يعني لو تحط فيها يمكن 6 سراير تشيل ماكو مشكلة. ونفس ما تشوفون قاعد الخارجية تبارك الرحمن. والشراحة أحلى شيء، أحلى شيء، أحلى شيء إن المكان معزول. يعني بقول لك ما بيقول لك 100% معزول، لكن 90% معزول، لان هناك ما وراك شيء ترى.
يعني خلاص اللي هناك ما في وراك شيء خلاص. هذه الأرض تبارك الرحمن لنهاية الشير، لما يسكر الشير كلها حق سليمان عسى الله يبارك له، يعني مو بس للسور، حتى اللي بعد السور الأرض حقه عسى الله يبارك له. عشان كذي أقول لك معزول، فالمكان يصلح حق عوائل يأخذون راحتهم 100%، ماكو أحد يمر عليك عسى الله يبارك يا رب. وأي أحد يبي أجر الكوخ، الكوخ إذا ماني غلطان الليلة بخمسين دينار، يعني عندك مو بس الكوخ، عندك الكوخ وعندك هذا الكل، كل الأرض اللي تشوفها كلها تحت أمرك، هذه كلها عسى الله يبارك يا رب. فأتوقع أن تأجير الكوخ بهالسعر جدا مناسب. اللي يبي يتواصل مع رقم سليمان اللي بحط لكم إياه، بحط لكم الرقم التليفون بالوصف إن شاء الله تحت الفيديو. عسى الله يبارك له، يا حلو قاعدة بالديرة فهذه.